بعيد عن الناس، كل ما يقال وكل محاولة شيطنة داعش وشيطنة الإسلاميين وشيطنة النصرة كله كلام أنا بالنسبة لي مرفوض. هؤلاء جاءوا ليدافعوا عن الناس، في أخطاء أقول لك بسوريا سيفرض الشعب السوري إرادته، والحكومة القادمة هي دولة إسلامية بسوريا، إن عجب لأمريكا ولا ما عجب، وإن عجبتها روسيا ولا ما عجبها، الدولة القادمة في سوريا دولة إسلامية. نحكي على الدولة المدنية للشبهة الشريعة الإسلامية، غلط الشريعة الإسلامية. هل أنت ضد الشريعة الإسلامية؟ معلش يقول موقف بدي دولة مدنية ما بدي دولة إسلامية. أنا موقف وقول ما بدي دولة إسلامية، قول أنا أرفض الشريعة الإسلامية. لا ما برفض، بس أنا ما بدي لك أنا رجل معلش قانون. معلش قول أنا برفض الشريعة الإسلامية، مصدر من مصادر التشريع، مصدر ما أنا ما بشوفهم متطرفين، بشوفهم إنسان مدافعين عن حقهم، مدافعين عن الناس. كل ما يقال وكل محاولة شيطنة داعش وشيطنة الإسلاميين وشيطنة النصرة كله كلام أنا بالنسبة لي مرفوض. هؤلاء جاءوا ليدافعوا عن الناس، في أخطاء أقول لك بسوريا سيفرض الشعب السوري إرادته.